بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، يتجدد اللقاء من هذا المكان الطاهر، من بيت الله الحرام، من مسجد الكعبة، من جوار البيت العتيق. يتجدد اللقاء لنتدارس آيات من كتاب ربنا جل جلاله. والقرآن العظيم كتاب الله سبحانه وتعالى الذي أنزله للناس هدى، وأنزله آمرا للعباد أن يقرؤوه وأن يتدبروه وأن يعملوا بما فيه. ومن قام بهذه الأمور قراءة وتدبرا وإيمانا ثم خضوعا وعملا واستجابة، فهذا هو المهتدي الداخل في الضمانة الربانية أنه لن يكون شقيا في هذه الدنيا، ولن يكون خائفا في الأخرى يوم القيامة. فهذا القرآن العظيم الذي يعرفنا بربنا جل جلاله، يعرفنا بالحي القيوم، بمالك الملك جل جلاله، مدبر الأمر سبحانه وتعالى، وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وما له جل جلاله من حق العبودية وإفراده بها، فهو المعبود بحق وحده جل جلاله. يعرفنا القرآن بأفعاله سبحانه وتعالى. هذا كتاب الله، ولذلك أعظم قضية فيه التعريف بالله، فهو كتابه. والقضية الأم في هذا الكتاب أنها تعرف قارئ القرآن بمن نزل من عنده القرآن، وهو الله جل جلاله، وتعرفنا برسله الذين اصطفاهم واختارهم، وتعرفنا بكتبه التي أنزلها على هؤلاء الرسل، وتوقفنا مع هذا التاريخ لتلك الصفوة من الرسل والأنبياء حين يذكر القرآن فئة منهم ويخصهم بالذكر بأسمائهم، ويذكر شيئا من خبرهم، سواء كان في نشأتهم وعلاقاتهم وذرياتهم، أو فيما يتعلق باصطفاء الله لهم وما أنزل عليهم من الكتب وقيامهم بهذا الأمر في حق أنفسهم
حين يذكر أنبياءه بالعبادة والإخلاص والصدق، ويثني عليهم الثناء الحسن جل جلاله، وأيضا حين يذكرهم في جانب دعوتهم للناس وموقف الناس منهم، وكيف كان تعاملهم مع من آمن وكيف كان تعاملهم مع من لم يؤمن بهم ولم يصدقهم. فهذا جزء من خبر القرآن ومن آيات القرآن. ثم أيضا يخبرنا عن هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، وعن دعوته، وعن خبره، وعن موقف قومه من، ومن واجههم في طريق دعوته، وأنهم انقسموا إلى تلك الأقسام الثلاثة الرئيسة التي ذكرت في صدر سورة البقرة. فالناس انقسموا أمام ما جاء به إلى كافر به ومنافق ومؤمن، وكان لكل فئة من هذه الفئات الثلاثة خبر وتفصيل. فجاء القرآن مبينا من خبر تلك المواقف التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم مع كل صنف من هذه الأصناف الثلاثة، مع أهل الإيمان ومع أهل الكفر ومع أهل النفاق. ثم أن أهل الكفر أيضا انقسموا إلى أقسام، فمنهم من كان منسوبا إلى أهل كتاب، ومنهم من لم يكن منسوبا إلى أهل كتاب. فهذا كله نجد القرآن العظيم يخبرنا عنه، والغاية من ذلك كله أن القرآن العظيم يبين لهذا الإنسان المنهج والصراط المستقيم، ويدله على الطريقة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى ليكون من عباد الله المؤمنين، وليتجنب طريق أهل الضلال، أهل الكفر وأهل النفاق. وأقول أيها الإخوة والأخوات، ثقة الإنسان بالوحي ووجود الطمأنينة في قلبه من أعظم الأصول التي تثمر أطيب الثمرات بالنسبة للإنسان، لأن هذه الطمأنينة التي يجدها المؤمن فإنه أول ما ينعكس ذلك على بعده العقلي، حيث يطمئن الإنسان أنه يتعامل مع الحقائق، وأنه يتعامل مع العلم، والعلم الحق وليس الباطل وليس الزائف، وإنما يتعامل مع العلم الحق. وهذه قضية حقيقة لا يعدلها شيء. حين يجد المؤمن هذا المعنى في أعماق نفسه، وهو يقرأ كتاب الله، وهو يسمع خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجد هذا المعنى ويقوم في أعماق نفسه، ويجده ثابتا في تركيبة عقله أنه يتعامل مع هذا الوحي على أنه الحق. فلذلك تجد هذا الإنسان هو من أثبت الناس، ومن أصدق الناس، ومن أقوى الناس، ولا تجده مضطرب في مواقفه، ولا تجده متردد، ولا تجده قلق، وإنما ينعكس ذلك على ثباته في قوله وثباته في موقفه،
ووضوح رؤيته، لأنه يرجع إلى مصدر أصيل. وهذا معنى التصديق الذي يمتلئ به قلب هذا المؤمن الذي تعامل مع الوحي بهذا الميزان. ثم هذا المعنى لا يقف عند هذا الحد، وإنما يتجاوزه إلى النفس فينعكس عليها بقضية الرضا. والرضا من أمتع ما يعيشه الإنسان، حين يشعر بالرضا في كل ما يتخذ من قرار، وفي كل ما يتخذ من موقف، وفي كل ما يتخذ من نمط عيش وحياة، وفي كل ما يتخذ من مبدأ علاقة، سواء كانت مع من حوله من الناس أو مع سائر المخلوقات، فيشعر بالرضا في كل ما يفعل في ذلك كله. ولا شيء أمتع حقيقة في هذه الدنيا أن الإنسان يشعر بهذا الرضا، فهذه هي الحياة الطيبة التي يعيشها المؤمن ويحياها، عندما يشعر أنه يعمل بالحق وقائم بالحق ومستجيب للحق، وأنه يقول الحق لأنه يقرأ الوحي ويتلو الوحي ويقف مع الوحي ويفهم الوحي. فلذلك ينعكس هذا الأمر على الرضا، فيعيش الإنسان هذه الحياة الطيبة. وهذه من أعظم الثمار، أن الإنسان يتلقى هذا الوحي بهذا القبول، ثم عندما يعمل فيشعر أنه يؤدي وينجز أشرف ما يمكن أن ينجزه إنسان في هذه الدنيا، لأنه يشعر بأنه يعيش لمقصود الوجود، ويعيش لغاية هذا الوجود الكوني بالنسبة لهذا الإنسان. فلذلك ينجز هذه الأعمال، وأيضا نفسه تقبل وترضى وتطاوعه، بل نفسه تدفع وتشجع، بل نفسه تعود هذه الجوارح وتخضعها وتلينها حتى تؤدي تلك الأعمال. فهذا هو المؤمن، وهذا موقفه مع الكتاب، وهذا أثر الكتاب عليه، وهذه هي العلاقة التي تنضبط فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. هذا الطريق وهذا الأمر من كمال رحمة الله عز وجل، وهو يخبرنا عن تاريخ الإنسان في هذه الدنيا، ويخبرنا أن الأب الأول تكفل الله عز وجل بهدايته، فكان مهديا بهدى الله وهو آدم عليه السلام، فتاب عليه ثم هدى، تاب عليه من خطيئته وذنبه الذي اقترفه في السماء، ثم هداه وهو ينزل إلى هذه الأرض، فهو مهدي بهدى الله. ثم يخبرنا عن أنبيائه ورسله، ثم عن أتباعهم، وكما قلت أممهم، فمنهم من قبل ومنهم من لم يقبل، ولكن أيضا يخبرنا أن هناك فئة من أتباع الأنبياء ممن أظهروا القبول، ولكنهم لم يتعاملوا مع هذا القبول بحقه. وهذا ما يخبرنا الله عز وجل عنه هنا في هذه السورة الكريمة، سورة آل عمران، حين يحدثنا عن نصارى نجران، وعن ذلك الوفد الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحين يحدثنا في ثنايا
الإخبار عن ذلك الوفد وما دار بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من جدال وحوار ونقاش. أيضا في ثنايا ذلك يخبرنا عن فئة أخرى هم اليهود سكنوا المدينة، وفي ثنايا تلك المرحلة أيضا كان هناك جدال وحوار، كان قوامه من جهة النبي صلى الله عليه وسلم تلك العلاقة وذلك الجدال والحوار، قوامه دعوتهم إلى الحق، قوامه دعوتهم إلى الحق. فالتواصل النبوي مع هؤلاء أساسه البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، أساسه الدعوة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فكان هذا هو المحور الرئيس الذي تدور عليه تلك العلاقة والصلة والتواصل. ثم ما ينشأ عن ذلك من البيان، ومن أعظم البيان إخبارهم بما هم عليه وموقفهم من رسلهم ومن الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسلهم، وأين هم منها، ليتبين أن أولئك القوم المنتمين إلى الكتاب لم يبقوا على ذاك الانتماء بحقه، لا إلى الكتاب ولا إلى الرسل الذين بعثوا فيهم. وتأتي آيات القرآن لتبين ذلك. مر معنا في سورة البقرة آيات كثيرة وهي تحدثنا عن أهل الكتاب، تحدثنا عن اليهود خصوصا الذين كانوا في المدينة النبوية، وأيضا عن النصارى. وما وقفنا عليه في هذه السورة الكريمة، والله سبحانه وتعالى يخبرنا هذه الآيات التي بين أيدينا وعلى أظهر الأقوال أن الخطاب فيها لليهود، حين يخبرنا الله سبحانه وتعالى بأفعالهم وأقوالهم وأحوالهم، كيف بقوا على كفرهم، وكيف أن فئة منهم يوم أن خضعت لمرض الحسد والكبر، ويوم أن جعلت أنفسها رهينة لهذه الأمراض الخلقية القبيحة، الحسد والكبر، كيف أنهم ليس فقط البقاء على دينهم، بل امتهنوا فئة منهم، امتهنوا صفة رذيلة أدخلتهم في شريحة ثالثة تقف مع الأنبياء موقف من أقبح المواقف، وهو صفة النفاق وفعل المنافقين. وإذا بفئة منهم يدخلون في هذا الوصف ويعملون بأعمال المنافقين، ويجتمعون مع فئة من مشركي العرب في هذا الوصف. وهذا ما تبين لنا في الآيات السابقة، في الآيات السابقة، ورأينا كيف أنه كان منهم هذا العمل، ثم كيف كان منهم عدم الوفاء لا بالعهود، وكيف أنهم خانوا الأمانة فلم يكونوا على كفاءة في حمل أمانة المال، ولم يكونوا على كفاءة كذلك في حمل رسالة الدين. فالله عز وجل يخبر عن ذلك. وأيضا هنا نتلمس حقيقة
الموقف الرباني من الله العظيم الجليل، حيث أن هذا الأمر يتضمن الغيرة والدفاع عن رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم، الدفاع عنهم فيما نسب إليهم، والتزوير والبهتان الذي نسب إليهم، ثم أيضا الدفاع عن الكتب التي أنزلها الله عز وجل عليهم، ويبين أن من أعظم الجرائم هو التعدي على هذه المحرمات وهذه الحرمات، حرمة الأنبياء وحرمة البلاغ الذي جاءوا به والوحي الذي أتوا به والعلم الذي قالوه للناس ونقلوه إليهم، أمانة ووديعة من أغلى الودائع. ثم الكتب التي أنزلها الله عز وجل عليهم، أمانة ووديعة من أعظم الودائع. ويخبر الله عز وجل عن هذه الفئة أنها لم تكن أمينة لهذه الودائع، ولم تكن وفية للعهود التي أخذها عليهم أنبياؤهم. فإذا من جهة يبين لنا أن الله عز وجل العليم الحكيم يبرئ ساحة الأنبياء والرسل من كل ما نسب إليهم، وسيأتي أيضا آيات في هذا السياق، وستأتينا آيات وفي القريب تبين هذا الأمر، وأن الله عز وجل يبرئ ساحة الرسل والأنبياء، وكذلك يبرئ كتبه أن تكون حاملة ضلال وافتراء، ويبرئ هذه الكتب من أن تحمل جهلا وضلالا، وأن تحمل تناقضا واضطرابا، وأن تحمل تزويرا وخداعا، وأن تتغير الحقائق، فيبين أن كتبه بريئة من كل ما ألحق بها. فيخبرنا كما أخبر في سورة البقرة عن فعل أهل الكتاب بكتبهم، وأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويكرروا أنهم يفترون على الله الكذب وهم يعلمون. ولذلك أثر هذا الفعل عظيم، لأن إن بقي هذا الأمر، هذا التغيير، فكم ممن سيحدث عنده الانحراف والضلال. فبعد أن ذكر الله عز وجل وهو يعرض هذا الأمر اليهود في منتصف هذا الإخبار، يشيد بهذه الأمة الأمية، بهذا النبي الأمي عليه الصلاة والسلام، وبأصحابه الكرام رضوان الله عليهم، وأنهم كانوا على خلاف هذا الطريق، فيقول عز وجل: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. هؤلاء الذين حملوا هذه الوديعة، فوفاؤهم في أمر الأموال فهو الأداء بدون نقص، وفاؤهم بوديعة الدين وهم يقومون بها بدون تحريف ولا تبديل. نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها ثم أداها كما سمعها، كما سمعها. ثم تسير الأمة على هذا الطريق، فتجعل ناقل الخبر المقبول خبره ونقله هو الثقة. ومن هو الثقة؟
الذي يروي ما سمع كما سمع دون أن يزيد فيه، وأصبح هذا وصف، وأصبح الأمر كل علم مصطلح الحديث يدور على قضية التثبت لكل من نقل خبرا أين هو من هذا الوصف، أن يروي وأن ينقل ما سمع كما سمع. فهذه الأمة بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ثم يكمل الخبر والبيان لمسار أولئك الذين غيروا وحرفوا. ولذلك أقول سبحان الله، كم لهذا التحريف من أثر في تاريخ الأجيال، وخصوصا عندما يكون هناك من يدرس أو ينظر في تلك الكتب وما حدث فيها من التغيير والتبديل، ثم ينظر بعين العقل ويقال له أن هذا وحي من عند الله، فيجد فيه التناقض ويجد فيه الإخبار بما لا يليق أن ينسب لله جل جلاله أو ينسب إلى رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم، أو تذكر أمور على أنها حقائق وقد بدلت وغيرت. فعندما ينظر الإنسان بميزان علم مادي أو غير ذلك فيجد أنها لا تستقيم، فإذن هذا محل إشكال وضرره عظيم، لأنه يعود إلى قضية التشكيك في الرسالة وقضية التشكيك في الكتب وأنها من عند الله، حينما يكون التبديل يصل إلى أن تتضمن الكتب ما لا يتفق مع حقائق الواقع والخلق وغير ذلك. فيقول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهنا نجد أن القرآن يكرر التحذير ويبين مكمنا خطير ليبين ذلك الأمر الذي أثر على مسار هذه الفئة من أهل الكتاب وجعلهم يصلون إلى ما وصلوا إليه. وكما قلنا، مرض الكبر والحسد من جهة، ومن جهة أخرى حب الدنيا والتعلق بها. وأبرز ما يتعلق بالدنيا حب المال، حب المال. فعندما يصبح هذا الإنسان عبدا للدنيا فسيقع منه هذا الفعل، سيقع منه هذا الفعل أنه يبيع عهد الله ويبيع اليمين والأيمان التي تخرج منه، يبيع ذلك بثمن قليل، بثمن قليل. ولذلك من أكبر حقيقة ما ينبه علماؤنا ويحذرون فئة من هذه الأمة، وهم المنتسبين للعلم ومن يطلبون العلم الشرعي، التحذير أنه يطلب العلم ويتحصل على العلم ثم بعد ذلك يجعل الثمن في هذا الأمر هو الدنيا، بل أنه قد يدعوه أمر الدنيا إلى أن
يغير في أمر ذلك العلم أو يقصر في أمر البلاغ، وهذا إشكال. فالله عز وجل هنا يخبرنا عن هذه الفئة، وعلى قول الجمهور أن المخاطب هنا هم اليهود، وتلك الفئة التي كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كل من سار على نفس طريقهم. إن الذين يشترون بعهد الله، عهد الله، هل المقصود به عهد الله الأول الذي أخذه الله عز وجل على العباد أن يطيعوه؟ من العلماء من قال ذلك. أو المقصود بعهد الله ما أخذه رسل الله جل جلاله من أقوامهم ومن أممهم أن يطيعوا الله ولا يعصوه، وأنه هو عهد الله، لأن الأنبياء يقولون مبلغين لهم أن هذا عهد الله إليهم أن يطيعوا ربهم ولا يعصوه. أو المقصود بما عاهدهم عليه رسل الله أن يكونوا أمناء على ما أودعهم الأنبياء من الكتب ومن العلم. فإذن إن الذين يشترون بعهد الله، فإذن تلك الأمانة، سواء قلنا العهد الأول، سواء قلنا ما أخذه الأنبياء منهم، سواء قلنا ما أخذوه على أنفسهم أمام الأنبياء في حمل هذه الأمانة، فإنهم يستعيذون ويستبدلون ويعتاضون عن ذلك العهد الذي هو عهد الله، فإنهم يعتاضون ويستبدلون عما عهده، يعني عما هذا العهد الذي أخذ عليهم، فإنهم يستبدلون به الثمن القليل وهو الدنيا. وكذلك أيمانهم الكاذبة فإنهم يستخدموها بالزور والباطل حتى يتحصلوا على ذاك الشيء القليل من الدنيا. وفي قوله ثمنا قليلا، كما قلنا في سورة البقرة، لأن هذا ورد، ثمنا قليل، أي أنهم وصلوا من تعلقهم بالدنيا وأنه ارتقى ميزان قدرها في نفوسهم وانخفض مقدار علم الوحي في نفوسهم، حتى أنهم يفعلون ذلك الجرم لا مقابل الشيء الكبير الكثير من أمر المال، بل حتى الثمن القليل، حتى الثمن القليل. وإن كان كل ما في الدنيا إذا قورن بما أعد الله عز وجل للإنسان في الآخرة في الجنة فإنه قليل، إذن هو قليل باعتبار المقارنة بالجنة، ثم فكيف إذا كان الإنسان يترك ذلك لقليل من قليل ويبيع الغالي والثمين. إن الذين يشترون بعهد الله، إذن يشترون يستبدلون بعهد الله، عرفنا العهد ولا مانع من ذلك كله، وليس بين هذه العهود وأقسامها الثلاثة خلاف، فهو عهد، وما يفعلوه هو مخالفة سواء للعهد الأول الذي أمرهم الله بعبادته وحده وقد فعلوا غير ذلك، أو العهود التي أخذها الأنبياء منهم أن يقوموا بهذا الأمر ويحفظوا هذه الأمانة وقد خالفوا ذلك، أو بالعهود التي هم أخذوها على أنفسهم أمام الأنبياء بأن يحملوا هذه الأمانة وقد خالفوا ذلك، ثم الأيمان التي أمروا وفي كتبهم ووصايا أنبيائهم
أن يكونوا صادقين وأن يقولوا الحق وقد خالفوا ذلك. ومن وراء هذا كله هو تحصين ثمن قليل. فيقول الله عز وجل أولئك، والبعد هنا بعد في النزول ودناءة المكانة. أولئك لا خلاق لهم، لا نصيب لهم، لا خلاق بمعنى لا نصيب لهم، أين في الآخرة. وهذه سبحان الله قضية رئيسة في وحي السماء الذي أنزله الله على جميع الرسل، فإن تلك الكتب والرسل يربون الناس ويخاطبون الناس على أن بعد هذه الحياة حياة، وبعد الموت بعث وجزاء، وأن الخسارة الكبرى هي خسارة الآخرة، وتربية الإنسان على أن يكون إنسان أخروي وليس إنسان دنيوي، وأن الآخرة هي دار الجزاء، وأن الدنيا هي دار العمل، وأن الجزاء الذي يجده الإنسان في الدنيا ما هو إلا مقدمة لذلك الجزاء، وأما الجزاء الأوفى فهو في الدار الآخرة. فلذلك هذا الدين يربي الإنسان على أن يكون إنسان أخروي. وهذا سبحان الله أيضا ما يجعل هذا الإنسان يشعر بالطمأنينة في كل موقف، إن أخذ حقه أو لم يستطع أن يأخذ حقه، فإن أخذ حقه فهذا ما يريد، وإن لم يأخذ حقه في هذه الدنيا فهو على يقين بأنه سيأخذه في الأخرى. فيقول الله عز وجل أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، لا نصيب لهم فيها ولا حظ لهم بما أعد الله عز وجل فيها. ثم يخبر عن شيء خاص من أثمن ما أعد للفائزين في الآخرة، ومن أخوف ما حذر منه المخالفون والمعاندون لطريق الأنبياء في الآخرة، وهو ما تعلق بالرب العظيم الجليل جل جلاله. فالوعد وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والوعد أن الله سبحانه وتعالى يكلمهم سبحانه وتعالى ويحدثهم. فعلى الضد من ذلك أنهم عن ربهم محرومون، وأنهم لا يسمعون كلام رحمة وعطاء، وإنما غضب وانتقام. هذا الأمر العظيم الله عز وجل يذكر به هؤلاء. وهل يستحق الثمن القليل أن الإنسان يحرم نفسه من الثمن العظيم؟ وهل يستحق الثمن القليل أن الإنسان يصل إلى هذه الدرجة مع ربه عز وجل ويدخل نفسه في هذا الوعيد؟ فالآية آية وعيد. فيقول الله عز وجل أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله، لا يكلمهم. النفي هنا هل نفي على الإطلاق بمعنى أن الله عز وجل لا يكلمهم؟ بهذا قال عدد من المفسرين، أو
أن المراد أنه لا يكلمهم، لا يكلمهم كلام لطف، بل يكلمهم كلام يدل على غضبه عليهم، أو أنه لا يكلمهم بما يسرهم، لا يكلمهم بما يسرهم. فإذا النفي هنا لا يكلمهم، أن الله عز وجل لا يكلمهم لغضبه عليهم فهم محرومون من ذلك، أو أن المقصود، لأن الله عز وجل، أن من قال القول الثاني قال لأن الله عز وجل يحاسب الكفار، فلذلك قالوا لا يكلمهم، إذن بمعنى لا يكلمهم كلام لطف، ولا يكلمهم بما يسرهم، لا يكلمهم، ولا ينظر إليهم، بنفس الأمر لا ينظر إليهم، منهم من قال بعين الرحمة لا ينظر إليهم، وأن ذلك يوم القيامة، يوم القيامة يحصل لهؤلاء الذين فعلوا هذه الفعلة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولا يزكيهم. إذن هو جل جلاله لا يجعل لهم نصيب، هذه العقوبة الأولى، لا يكلمهم الله، هذه العقوبة الثانية، لا ينظر إليهم، هذه العقوبة الثالثة، الرابعة، ولا يزكيهم، لا يزكيهم. إذن هو جل جلاله لا يطهرهم من ذنوبهم، لا يطهرهم من ذنوبهم، وقيل لا يزكيهم بمعنى لا يثني عليهم، لا يزكيهم، وقيل بمعنى أنه لا ينمو لهم أي عمل صالح، حيث أن الجرم الذي فعلوه حتى إن كان لهم من العمل الصالح فأحبطه ما قدموا في ذلك الجرم العظيم، ولا يزكيهم، ثم ولهم عذاب أليم. إذن هذا السبب الذي هو التعلق بالدنيا والبيع والاستبدال الذي فعلوه مع الأمانة التي أودعت لديهم أدخلهم في تلك العقوبة التي تضمنت خمسة أشياء. ثم ذاك التعلق بالدنيا والانحراف، ما هو الجرم الذي بني عليه مع تلك الأمانة والوديعة الغالية التي هي الكتاب، الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسله؟ والمقصود هنا قلنا المخاطب اليهود، فيكون المقصود بالكتاب التوراة، وإن قلنا المخاطب به النصارى فيكون المقصود بالكتاب الإنجيل، وإن على قول من قال أن المخاطب أهل الكتاب بعمومهم فإن المقصود التعامل مع التوراة والإنجيل. فيقول الله عز وجل وإن منهم، أي من أهل الكتاب، لفريقاً، فئة وطائفة. فإذا سيخبر هنا عمن؟ سيخبر عن نموذج للمضللين، لأن قضية الكتاب ما هي؟ كما قلنا الهدى، والناس أمام الهدى. سينقسم الأمر إلى أربعة أقسام، الذي قبل هذا الهدى فهو من؟ المهتدي، الذي اهتدى ثم ينقل هذا الهدى للآخرين فهو الهادي، الذي لم يقبل الهدى على نفسه فهو الضال، الذي ينقل ضد هذا الهدى للآخرين فهو المضل.
فالآية التي بين أيدينا تخبرنا عن نموذج للمضللين الذين وصلت بهم الجرأة ليس أنهم يبنون شيئا غير الكتاب، بل يأتون إلى الكتاب الذي أنزله الله عز وجل ليكون هدى فيحرفون ثم يقدم للناس ليكون مادة للتضليل. فإذا كم جرم ارتكب في هذا العمل؟ أن الكتاب الذي أنزله الله عز وجل للهدى لم يبقى على ما نزل عليه، ثم أنهم يحرفوا. إذن هم جريمة عدم إبقاء الكتاب على ما هو عليه، جريمة عدم نقل الحق الذي في الكتاب، جريمة الافتراء على الكتاب بالتحريف، جريمة نقل هذا التحريف منسوبا إلى الكتاب. إذن هذه الجرائم التي ارتكبت، إذن هنا إخبار عن نموذج والعياذ بالله في الشناعة في التعامل مع الكتاب الذي جاء من عند الله. فيقول الله عز وجل: وإن منهم لفريقا، كما قلنا الفريق من المقصود؟ من اليهود، هذا على قول كثير من المفسرين، أو من عموم أهل الكتاب اليهود والنصارى. وإن منهم لفريقا، طائفة، يلوون ألسنتهم. طبعا بعض المفسرين ذكروا أسماء وخصوا أسماء مثل كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب ومالك بن الصيف وأبو ياسر، وهؤلاء كانوا من علماء اليهود في المدينة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. يلوون، اللي في اللغة الأصل في معناه هي من الروغان، إراغة الشيء، إراغة الشيء، والمعنى إدارة الجسم غير المتصلب إلى غير الصوب الذي هو ممتد إليه، أي إدارة الجسم غير المتصلب إلى غير الصوب الذي هو ممتد إليه. من ذلك مثل لي رأس الخيل، فأنت عندما تلويه يلين معك وتنحني رقبته، فبدل أن يكون يسير إلى الأمام فيصبح يتجه إلى حيث حصل اللي له، سواء كان يمينا أو شمالا. ولذلك كما قال الله عز وجل: لووا رؤوسهم. إذن هو إلانة، يعني هذا الجزء المرتبط بالرقبة، بمعنى أنه وهو ينظر للأمام فيلتفت إلى اليمنة أو إلى اليسرى. فهذا الأصل في اللي. فقوله عز وجل يلوون ألسنتهم، هنا ذكر العلماء في تفسير اللي الذي حصل منهم يلوون ألسنتهم بالكتاب، يلوون ألسنتهم بالكتاب. إذن الكتاب له وجهة، وهم الآن لووا هذا الكتاب، فماذا حصل منهم؟ ذكر العلماء ثلاثة أعمال، كل منهم ذكر واحدا منها، ومنهم من قال لا مانع فإن ذلك حصل منهم، حيث أن الكلمة تقبل هذه المعاني الثلاثة. فمنهم من قال يلوون ألسنتهم بالكتاب، بمعنى أنهم يحرفون المعنى مع بقاء الكلمة على ما هي عليه، وذلك حصل منه. الثاني أنهم يبقون
كتابة حرف الكلمة مع تغيير ضبطها ونطقها، خصوصا الكلمة التي بتغيير ذلك فيها يغير معناها، يغير معناها. إذن هذا المعنى الثاني، إذن هو تغيير متعلق بماذا؟ بالحركات التي توضع على الحرف وتغير نطقه، بما يؤدي إلى تغيير المعنى. والمعنى الثالث أنهم يغيرون الكلمة بكلمة بديلة عنها، يغيرون التحريف هنا إذن بمعنى التبديل للكلمة للحرف. فإذن هذه ثلاثة أعمال فسر بها قوله عز وجل يلوون ألسنتهم. وكما قلت أن من العلماء من قال أن ذلك كله حصل منهم، وعبر بالمضارع هنا ليخبر أن ذلك العمل منهم مستمر، مستمر. ولذلك هذا ما تجده سبحان الله العظيم في تلك الكتب المنسوبة والخلاف الذي بينها، مما يعطي دلالة على ما ذكر الله عز وجل من فعلهم وصنيعهم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، بالكتاب. والمقصود بالكتاب هنا كما قلنا، إن قلنا الفريق اليهود فيكون المقصود التوراة، وإن قلنا النصارى فالمقصود الإنجيل، وإن قلنا الاثنين فالمقصود الكتابين. طيب، ما هي الغاية من هذا الفعل واللي؟ قال الله عز وجل لتحسبوه من الكتاب، أي الضمير هنا لتحسبوه، المراد أهل الإسلام، لتحسبوه هذا الذي بدل وحرف وغير، لتحسبوه من الكتاب أي من الكتاب الذي أنزله الله عز وجل. ثم يقول الله عز وجل مخبرا أنه ليس من الكتاب، وما هو من الكتاب، وما هو؟ فإذا الهدف لتظنوا أن ما حرفوا من الكتاب أنه من الكتاب الذي أنزله الله عز وجل، فالهاء عائدة إلى المسلمين. وما هو من الكتاب؟ فإذا يعني هذا إخبار من الله عز وجل أنه يعني بالصراحة أنه ليس من عند الله سبحانه وتعالى، وما هو من الكتاب. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، طبعا يعني أنهم يقولون أن ما حرفوا، يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. طيب هنا أليس هذا المعنى هو المعنى الأول، لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، أليس هو ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله؟ فمن المفسرين من قال نفس المعنى، وإنما كرر للتأكيد وليبين أيضا في الأول ذكر الكتاب والتحريف شنيع، وفي الثانية ذكر الله عز وجل وأيضا التحريف المنسوب إليه أعظم شناعة. فابتدأ بالأدنى في التشنيع من حيث الانتساب وانتقل إلى الأعلى في هذا الباب. ومن العلماء من قال لا، وما هو من الكتاب؟ قالوا لأن الذي ينزل مثل ما عندنا مثلا يعني الكتاب القرآن، وهناك شيء وهو السنة، فقالوا بالأول نفى النسبة إلى الكتاب، وبالثاني نفى ما هو منسوب إلى الأنبياء من غير الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. فإذن الأول نفي التحريف المنسوب للكتاب، وفي الثاني التحريف المنسوب إلى الأنبياء من غير الكتاب، من غير الكتاب. ويقولون هو من عند الله، إذن هذا
الفارق بين الجملة الأولى والجملة الثانية، ولتحسبوه من الكتاب، لتظنوا أنه من الكتاب. ثم يقول الله عز وجل: وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. إذن بمعنى، إذا قلنا القول الثاني، إذن الحملة التحريفية واسعة، شملت الكتاب وشملت ما هو منسوب إلى النبي والعياذ بالله. إذن بمعنى أنهم نظروا إلى ذلك، يعني الميراث كله، وأنهم تعاملوا معه بعين التحريف والتبديل والتغيير، واضح؟ فلذلك يخبر الله عز وجل عن أن ميدان هذا الأمر كان واسع في التعامل معه بالنسبة لهم. وما هو من عند الله، وهنا أيضا زيادة في بيان شناعة العمل، أنه يذكر الظاهر في محل المضمر. كيف؟ قال: لتحسبوه من الكتاب. وما هو من الكتاب، ما قال وما هو منه، بل قال من الكتاب. قال وأيضا: ويقولون هو من عند الله. وما هو من عند الله، ما قال وهو من عنده، وإنما جاء بالظاهر محل الإضمار ليعطي دلالة على شناعة ما فعلوا، على شناعة ما فعلوا. وفيه أيضا إنذار بالوعيد، حيث ذكر اسم الجلالة الله العظيم جل جلاله، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب. إذن يقولون، إذن هنا يفترون، وهذا يعزز أن هذا اللي الذي حصل منهم إنما هو تبديل، وأن التبديل كان جزءا منه، لا يعارض الأول والثاني، لكنه هنا إخبار بأنه يقولون على الله الكذب. فإذن هم يفترون، عرفت؟ يفترون على الله الكذب، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فيخبر عن عظم جرمهم، كما قلت أنهم هم لم يبقوا الكتاب على ما هو عليه. أولا طبعا أنهم لم يبلغوا الحق، هذا واحد. اثنين، يوم أن سكتوا ليس أنهم أبقوا الكتاب على ما هو عليه، هذا الجرم الثاني. الجرم الأول السكوت، الجرم الثاني على عدم إبقاء الكتاب على ما هو عليه، الجرم الثالث أنهم حرفوه، الجرم الرابع أنهم بلغوا المحرف ونسبوه إلى الله سبحانه وتعالى، ثم الجريمة أنهم يفعلون ذلك كله وهم يعلمون. فهم يعلمون أنهم كاذبون. فهؤلاء الذين فعلوا ذلك هل يؤتمنون على دين؟ فهنا نجد كيف القرآن رب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيان الموقف من هؤلاء، وكيف أوجد في قلوبهم الطمأنينة بالحق الذي هم فيه، وأوجد فيهم النظرة إلى هؤلاء المضلين الضالين الذين هم ضلوا، والذين يعملون على إضلال غيرهم. فأصبحت الصورة جلية أمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول الله عز وجل، وهنا أيضا يتبين لنا يعني جريمة الكذب وقبح الكذب، وأنه حقيقة من أقبح الأخلاق ومن أذمها، ومن أذمها. ولذلك سبحان الله العظيم نجد أن هذا الكذب الذي جرأهم أن يفعلوا هذا الفعل، فإذلك جمعوا الآن هذه القبائح التي ابتدأت بالكبر والحسد
والتي أيضا مرت على حب الدنيا والتعلق بها، فلذلك أوصلهم إلى ما وصلوا إليه. نسأل الله عز وجل الحفظ والحماية والهدى والتقى، إنه سميع مجيب، وصلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر.